تعالوا مع بعض نلف شويه سمبوسه. هنلف السمبوسه ازاي اللي بنشوفها في رمضان وبس. اول حاجه معانا عجينه سمبوسه زي الفل، ادي عجينه السمبوسه اهي. طبعا لفيفها ليه يا شيف في الشاشه ديت علشان ما تتعرضش للهواء، ولو هي لو تعرضت للهواء هتتقطب منه وانا بلفها اهي. انت برضو خليكي شاطره زي كده تبقى هي موجوده معاكي اهو، حلو، وهي موجوده معانا تمام. ومعانا معلتين دي بيدوبهم في شويه ميه، بتجيبي معلتين دي بتدوبهم في ميه. يبقى انا عليا دور دلوقتي اعمل خلطه الجبنه. ممكن تعمليها باللحمه المفرومه، ممكن تعمليها بالفراخ زي ما انت حابه اهو. ادي جبنه موزاريلا، ممكن نعملها بجبنه بيضة اهي، حلو قوي. وبحط على الجبنه دي يا عم الشيف شويه بقدونس ناعمين حلوين زي الفل. الجبنه الموزاريلا تحب الريحان الاخضر وتحب البقدونس، الطلاينه يحبوها مع الريحان، احنا نحبها مع البقدونس، وشويه زيتون اهو، ونقلب ده مع ده اهو. تقوم الجبنه تسيح لما تخش الزيت وتتقلي مع العجينه مع الزيتون والبقدونس، يديك طعم وفليفر جامد جدا زي الفل. نجيب العجينه، طبعا انا معايا سمبوسه ملفوفه وجاهزه وجنب الزيت. استني بس الزيت يسخن شويه ونبدا نحمر مع بعض. فتعالوا نعمل واحده واثنين وثلاثه واحنا شغالين كده مع بعض اهو. العجينه بتشتريها من اي سوبر ماركت بدون ذكر اسماء. جيب العجينه اللي لونها غامق شويه بالشكل ده كده. مخرجنا الجميل يوعدك بزياره النبي، صلى على الحبيب قلبك يطيب اهي. شايفين بلف ازاي اهو 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 يا عم الشيف اهو. موضوع بسيط ومطبخك سهل وبسيط، ما فيهوش عينيا، حاضر اهو، ما فيهوش كركبه اهو اهو. المطبخ ده مطبخ مصري، احنا كلنا دلوقتي بنجهز نفسينا عشان نفطر ونلم الحبايب، ويا رب الصفات والحاجات الجميله اللي في المصريين، وان احنا كلنا سفره وطبليه واحده تجمعنا في اول ايام رمضان الشهر الكريم. والله العظيم طبعا انتوا عارفين ان انا راجل فلاح، وكل اصدقائي اذا كان من الريف المصري او الصعيد المصري، مفيش بيت في مصر الا اول يوم رمضان ده كل السفره تبقى مليانه وفيها كل حاجه وربنا بيبارك، ولازم كلنا يبقى سوق متجمعين على السفره. وصله الرحم، حد شاف حد بقاله كتير، ايه رايك يا غالي انت معزوم على الفطار معايا بكره؟ مش تخسر حاجه والله العظيم هتلاقي ربنا رزق، والفطار جه منين والسفره مليانه جت منين، ربك اللي بيرزق العجينه الف انا بقى كده، الف كمان اتنين والنبي فاروق ربنا اهو. واحده واحده كده بس عشان كله بيسال اهو. بص الخلطه اهي 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 اهو، الموضوع بس اهي اهي تمام اهو. واجي عامل كده قرطاس اهو، وصباعي ده لازم الحركه دي، لازم الحركه دي. ايه فايده الحركه دي يا شيف؟ الحشوه بتخش جوه، بتيجي هنا في الايد، في عند البوز بتاع القرطاس اهو. لازم الحركه اللازمه دي، ما اعرفش الف السمبوسه غير لما اعمل اللازمه دي اهو. تعود بقى اهو، واجي بالدقيق كده اهو، وادي كمان قفله خلصت، كمان واحده اخيره عشان اشوف الزيت اهو. تاني اهي اخر واحده اهي، تاني اهو. ممكن الجبنه دي لحمه مفرومه، ممكن الجبنه دي فراخ مفرومه، ممكن الجبنه دي جبنه فيتا، ممكن تكون جبنه قريش، جبنه القريش بتاعه الصعيد المصري والريف المصري، زي ما انت عايزه اهو 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 اهو. شفتي اهو، هوبا قفلت تمام كده. انا لفيت سمبوسه كتير قوي، حلو الكلام. نشوف الزيت اخباره ايه، نقلي شويه اهو. لازم الزيت يكون سخن يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي، تحمري سمبوسه لازم الزيت يكون سخن اهو. وان شاء الله الزيت بتاعنا سخن اهو على الاخر اهو. يلا تمام اهو. لا ده هو قايم، هي السمبوسه نازله بارده فالزيت على يقوم زي الفل ان شاء الله، يقوم دلوقتي يبقى زي الفل السمبوسه اخبارها ايه؟ الزيت قام زي الفل تمام السمبوسه. كان من شويه الاستاذ ده بيقول لي الزيت بارد. خلوني بما ان السمبوسه معايا اتكلم عن معلومه مهمه جدا. السمبوسه احنا بنلفها خزناها في الفريزر يا عم الشيف، معانا مشكله بتطلع من الفريزر، نحطها في الزيت تطلع ايس كريم من جوه. السمبوسه لازم تسيبيها تفك في درجه حراره المطبخ لمده نص ساعه، مده ساعه تقريبا على حسب درجه التجميد، وبعدين تنزليها في الزيت. ما تحطهاش في الزيت وهي مجمده، العجينه هتحمر من بره وهتبقى من جوه ايس كريم. جوزك هيزعل منك واولادك هيزعلوا منك. العجينه دي طالعه من الفريزر والله، لفيناها ومجهزينها اهو اهو. عجينه مقرمشه هسيبها تتحمر السمبوسه كده خلاص جاهزه، اللهم صل على النبي. نغرفها
ففي ثلاث حاجات اكتبوهم معايا دلوقتي عشان صينيه الكنافه تنجح معاكي. رقم واحد سمنه بلدي نوعيه كويسه. رقم اتنين اذا هتعمليها بحشوات مختلفه زي القشطه او الكريمه لازم الكريمه تتعمل كريمه حلوه ولطيفه وتاخد كريمه لباني وتاخد معلقه سمنه بلدي حلوه، او هتعملها بالقشطه تعملها بقشطه مفيش اي مشكله، هتعملها بالمكسرات بتخلي المكسرات بتاعتك برضو فيها المحتوى بتاعها فيها مثلا الفستق حلبي، الكنافه تحب الفستق فيها شويه فول سوداني شويه جوز الهند شويه زبيب، ما اقولكيش بقى الزبيب ده لما ياخد الشربات بتاع الكنافه بيبقى طري ولطيف وجميل. ادي السمبوسه بتاعتي لفتها تمام، احلى شويه سمبوسه والله رمضان ده بيجي ببركته. حلو ادي السمبوسه نحطها هنا جنب البطايه، طبعا جنب البطايه اهي زي الفل.